اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. ساعات بنشوف افلام وبتلاقي الجودة سيئة جدا، وكمان الصوت نفسه احيانا بيكون سيء، وتلاقي اعلانات بقى في النص بصوت مزعج كده، وساعات تلاقي حاجات كده رقصات بترقص ومش عارف ايه، يقول لك موقع للمراهنات وهي شركة اسمها وان اكس بيت، وهي اصلا الشركة دي اصلا في عليها كلام كتير، نصب دولي وكان في تعاقد مع اندية، ولكن طبعا الموضوع محل خلاف. هنتكلم عن الشركة دي وازاي اصلا بتسرق الافلام وكميه البجاحه اللي موجوده. نتخيل واحد كده شركه يعني بتعلن عن نفسها من خلال افلام مسروقه، فيعني ازاي العمليه دي بتحصل؟ ده محل تساؤل عند الناس كلها، ولحد دلوقتي هو مفيش اجابه قاطعه، ولكن هنطرح بعض الاراء اللي اتكلمت عن النقطه دي. دي طبعا شركه من شركات القمار، شركه من شركات المقامره لبعض الماتشات والكلام ده كله، ولكن لو دخلت بقى اي موقع بيتكلم هل الشركه دي سكام، هل هي نصب، هل هي محل ثقة؟ طبعا عشان نوضح في الاول، كده كده القمار حرام، انا بتكلم بس على الافلام وعلاقتها بالشركة دي. فالشركة دي تأسست في 2007 في قبرص، ولما اقول لك شركة في قبرص تحس كده ان الموضوع خلاص كده يعني في جدل، وتحس بالريحة النصب جاية من بعيد. وسنة 2019 طبعا كانت الشركة كبرت جامد، وكانت يعني عاملة شراكات مع بعض الاندية زي مثلا تشيلسي وليفربول وكده، ولكن طبعا اما عرفوا بقى في قضايا وفي مشاكل قانونيه ونصب ومش عارف ايه، طبعا ايه لغوا الموضوع ده. وفي 2022 ما عادش مقرها في قبرص، ولسه يعني القضيه مفتوحه والشركه لسه موجوده. يعني هي الشركه موجوده ولكن عليها بقى اتهامات كتير جدا من الحاجات القانونيه الغريبه، اللي هو في شركه كده موجوده ويرعاها ناس اصلا مطلوبين هم كمان للعداله، ولكن هي الموقع مثلا شغال والناس بتخش تراهن وتخسر فلوسها، وناس كتير جدا في المواقع اللي بتاعه الموقع ده ثقه ولا مش ثقه، يقول لك ده نصبوا عليا، سحبوا فلوسي، ما ادونوش الفلوس اللي انا كسبتها، مش عارف ايه، كل بقى ايه دخول في تفاصيل القمار ده والخساره والنصب والحوارات دي. فهو طبعا غير جدير بالثقه. فمثلا لجنه المقامره في انجلترا يعني لغت الشركه دي لانها بتروج لاشياء اباحيه وبتعلن على مواقع غير قانونيه واسباب يعني فضايح خاصه بالشركه. والغريب رغم كل الكلام ده كله بتلاقيها لحد فتره قريبه لسه، يعني مثلا عامله تعمل عقد مع باريس سان جيرمان، في 2020 مع برشلونة والاتحاد الافريقي، حاجات غريبة جدا ما تفهمش الشركة دي. طب هي يعني ايه موقفها دلوقتي؟ هو حاجة عايمة كده، تلاقي اخبار انها بتعمل شراكات ومش عارف ايه، وتلاقي العملاء كلهم بيتكلموا، ودول كتيرة جدا حظر الموقع ده اصلا من عندها لانها عارفة اللي فيها وهيسبب مشاكل كتيرة للمواطنين بتوع الدول، لدرجة ان المقر الرئيسي دلوقتي محدش عارف مكانه، يعني ما تعرفش بقى توصل له. خلاص هو كان في قضية في قبرص وتأسست في قبرص، ولكن في قضية دايرة في المحاكم، ودلوقتي مش عارفين يعني موقف الشركة عامل ازاي وبتعمل العقود دي ازاي. والتلاتة المؤسسين حطاهم انجلترا على قائمة المطلوبين للعدالة، فهم بيحملوا الجنسية القبرصية ولكن هم مطلوبين دوليا. فإعلاناتهم مزعجة جدا من خلال الأفلام اللي بيقدموها لنا، كتير جدا من المواقع بتلاقي الأفلام دي أفلام صورتها وحشة جدا، وتلاقي كل شوية الإعلان موقع وان اكس بيت للمراهنات مش عارف إيه وكذا، وتلاقي واحدة كده ولا أربعة بيرقصوا شرقي، كلام غريب جدا. إعلانات حتى مستفزة بتاعتهم ومزعجة، مش تطلع فجأة كده وفي حتت مثلا مهمة في الفيلم، فهي أصلا صورة يعني الصورة نفسها ما تتشافش أساسا، ولكن الإعلان كمان مزعج جدا والصوت بتاع الفيلم بيكون وحش. ففي ناس أول ما تفتح الفيلم وتلاقي كده مكتوب وان اكس بيت وبتاع، لا الفيلم ده ما يتشافش خلاص، هستناه لما ينزل بجوده كويسه. وهنا نتكلم بقى عن الاحتمالات بتاعه الاعلانات دي، يعني اعلانات لشركه اصلا عندها مشاكل قانونيه بالجمله على افلام مسروقه. يا ترى الوضع ده بيتعمل ازاي؟ وصناع الافلام فين من القصه دي كلها؟ وحد ممكن يقول طب هم فين اصلا من الافلام العاديه؟ نفترض ان سيبك من وان اكس بيت، طب ما الافلام متقرصنه في كل حته وتورنت وكل الاماكن والناس بتنزلها عادي، مش دي القصه يعني. ولكن الشركه دي بتعمل ايه عشان تحط دايما اسمها على الافلام؟ فاما ان هم بيبعتوا ناس بالفعل لبعض الاماكن او السينمات اللي بيتعرض فيها الفيلم، والناس دي تبعهم ويصوروا الفيلم وبعدين يعدلوه طبعا ويحطوا بقى اللوجو بتاعهم ومش عارف ايه كده ويروجوه على الانترنت، او انهم بيروحوا للناس بالفعل اللي هي حصلت على النسخه او الناس اللي هي اصلا صورت، ويروحوا ويدفعوا لهم شويه فلوس ويقولوا لهم ايه الفيلم بتاعكم ده انتوا صورتوه او ظبطتوا بقى الوضع بتاعه وسرقتوه كده، فيدوهم فلوس من اجل الدعايه ويحطوا برضو اللوجو بتاعهم على الفيلم. وفي واحد كان على موقع ريدت كاتب حاجه غريبه جدا في مجموعه الاراء، يقول لك دي نظريتي يعني نظريه خاصه بيه هو، بيقول ان الموضوع كله ممكن تكون شركات الافلام كمان متواطئه في الموضوع.
الموضوع وهي بتسرب نسخ سيئه جدا عمدا، يعني من اجل تكسير الصوره بتاعه الافلام اللي هي الكامل مسروقه دي، ان بعد كده مع الوقت الناس هتبدا تعرف ان اي فيلم عليه 1 اكس بت او الصوره تكون سيئه جدا فمش هيتشاف اساسا، فتحاول تعمل تظبيط وانها بتخلي الناس ما تتفرجش على النوعيه دي من الافلام وتستنى الجوده الكويسه. ممكن تكون دي نظريه غريبه يعني، شركات الافلام مش ما اظنش انها تتورط في حاجه زي كده، بس حبيت يعني اطرح الراي ده لاني قريته على موقع ريدت. ولكن في الغالب يعني هو ان هم بيبعتوا ناس بالفعل في بعض دور العرض اللي هي ممكن تكون التصوير، حتى ساعات تسمع واحد بيكح او حد معدي من قدام الشاشه او يعني جوده وحشه جدا، فساعات ايه ممكن تكون في بعض دور السينما في بعض الدول اللي ما فيهاش رقابه، او انهم بيرشوا بقى الناس اللي بره رشاوى بقى مع شركه يعني كلها فساد في فساد، فكده كده ممكن تدخل الناس في بعض البلاد، لان في بلاد مش هتدخلك اصلا السينما وانت مثلا معاك كاميرا او لو شافتك مثلا بالموبايل بتصور الفيلم، لا ده في عقوبه. يعني مثلا في مصر المفروض انت ما ينفعش الراجل بتاع السينما مثلا او الامن بتاع السينما يسيبك كده قاعد عادي وعمال تصور بالموبايل، فطبعا لا، ممكن يكون التصوير بقى بشكل سري في بعض الدول بره، او ان هم بيعملوا رشاوى معينه، يا اما بيستنوا بقى ان 1 اكس بت نفسها بتستنى حد يصور وبعدين تروح تدفع له مبلغ وتعرض عليه العرض ده عشان يحط اللوجو نفسه بتاع الشركه. فاي شركه حتى لو هي بتقوم بانشطه ممكن احنا نسميها غير قانونيه زي المقامره، يعني بعض الدول حول العالم هي قانونها اصلا، يعني في قانون في الدول العربيه وفي بعض دول العالم ان المقامره اونلاين دي لا ممنوعه اصلا، فمفيش الكلام ده ومش هتعرف تسحب فلوسك ومش هتعرف تخش على الموقع. ولكن حتى الدول اللي بتبيح الموضوع في مواقع تانية بره بيخشوا عليها ولكن ما بيثقوش في 1 اكس بت او في حوادث يعني مشاكل ونصب كتير في هذا الموقع للمراهنات. فحتى بقى المواقع دي او الشركات الاخرى المنافسه ل 1 اكس بت شركات كبيره مش هتحط يعني اسمها على دايما بشكل كده توحي لك ان هي اصلا نصابه، يعني انت لما تبقى دايما على افلام سيئه ومجهوله المصدر، وانا مش شايف ان دي مش دعايه حلوه للشركه، ده انا شايف ان دي يعني هم بيعملوا دعايه بتقول للناس ان لا يا جماعه الراجل ده نصاب، يعني ده كل افلام سيئه، حاطط لوجو بشكل مستفز، اعلانات وحشه جدا، ففي حاجه غلط تحيط بالشركه دي. فانا مش عارف مين اللي فكر في فكره اصلا الدعايه دي، ثم بقى ايه مجموعه من اللي هم بينصبوا على الناس ومش مهتمين بقى جيد ولا مش جيد، المهم ينشروا اسمهم وخلاص. فايه رايك في جوده الافلام من النوعيه دي، وهل ممكن تشوفها ولا في بعض الاشياء ممكن تشوف الجوده دي؟ يعني لو فيلم مثلا نفترض مش فيلم مارفل او فيلم مثلا فيه معتمد على سي جي اي وجرافيك معين وشغل بقى ومؤثرات والكلام ده كله، فيلم مثلا هادي كده درامي، هل ممكن تشوفه بجوده سيئه وتسيب الجوده الحلوه للافلام اللي فيها حركه واثاره واكشن والكلام ده، ولا عموما انت كل الافلام اللي بتشوفها لازم تكون جوده عاليه جدا؟ وطبعا هو 1 اكس بت هي اقل جوده اصلا، فدي ما تحسبش، انا بتكلم على افلام الكام اللي بتكون اعلى شويه ولكن مش النوعيه دي من الافلام، فده موضوع تاني للنقاش. يعني هل انت بتشوف كل الافلام لازم جوده عاليه؟ طب ايه اقل جوده ممكن تشوفها، ولا لازم تستنى الاعلى جوده ممكنه وتحمل الفيلم، ولا بتشوفه اونلاين؟ في طبعا يعني مدارس كتيره في الموضوع ده، كل واحد بقى بيشوف بطريقه، ولكن حسب نوعيه الفيلم الجوده بتفرض نفسها. يعني ما ينفعش مثلا اروح اشوف فيلم المارفل واشوفه بتصوير 1 اكس بت، ده الحاله الوحيده بقى لو فيلم مثلا مكسل بقى تروح للسينما ومش لاقيه خالص على المواقع ومش لاقيه في اي حته بجوده حلوه، وهو فيلم مثلا دراما او ما فيهوش احداث كتير او يعني احتمال كده 10% تشوفه بالطريقه دي. ولكن غالبا الناس طبعا بتهتم جدا بالجوده في جميع انواع الافلام وخصوصا طبعا افلام الحركه. ولكن ده ما يمنعش ان اسوأ نوعيه من افلام الكام هي افلام المصريه او الافلام العربيه اللي بتتسرق بقى من السينما المصريه، ما اعرفش بتحصل ازاي ساعات، ولكن بتلاقي مثلا فيلم كان في العيد ولا حاجه، واحد كده يعني ايه دخل خلسه او حاجه، او صور بكاميرا بقى في جيبه او مش باينه او حاجه، المهم يعني صور تحس ان هو موبايل، يعني ده مش موبايل ده تليفون ارضي، تصوير حتى يعني حتى انت سارق الفيلم ومش عارف حتى تسرقه عدل. يعني اسوأ نوعيه من الافلام المسروقه واللي هي بتتاخد من دور العرض هي الافلام في السينما المصريه، اسوأ كمان من ساعات من 1 اكس بت، فهي في كل الاحوال سرقه للافلام، ولكن حتى في السرقه بيعملوها بشكل سيء جدا، ما تعرفش ايه نوعيه الموبايلات اللي هم بيسرقوا بيها الافلام في السينما المصريه، ما اعرفش ده بيحصل ازاي. هو دايما المفروض ان الناس اللي هي بتامن بقى المكان وكده بتمنع منعا باتا يعني التصوير، ولكن بتلاقي افلام العيد والكلام ده برضه بتتسرق. ودي كانت حلقتنا عن الشركه دي ويعني الجوده بتاعتها السيئه، وان هي طبعا
طبعا شركة عليها علامات استفهام كتير، ورغم التعاقد مع أندية كبيرة ولكن تظل ان هي شركة الناس نفسها المؤسسين عليهم علامات استفهام ونصابين في قانون بعض الدول. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.